الأماكن المخصصة لنا أثناء عبور اللي هي ممرات رجلي. نحتفظ على الوقت اللي كنتعرض له لشيء اعتداء أو ما شابه. أنا كندخل مع العشرة في الساحة، يدخلوا جوج جوج، ما نجيوش فرادة، ما نجيوش من المنازل ديالنا، يعني فرادة ما نجيش بوحدي، دائما نجي رفقة الزملاء ديالي، يعني نشكلوا مجموعة جهة أخرى. احترام الغير اعتبر قوم للمعلمي. المكانة اللي اعطى الأستاذ، لأن علاش الأستاذ كيسهر على التربية ديالك. تلميذ تجه المؤسسة ديالي خاصني نلبس الوزرة، وبالتالي هذا كيخلي لي أني يعني نتجنب مجموعة من الأخطار اللي تتكون في الشارع. أي واحد غيعرفني غادي يتجه للأستاذ. تحية عالية لإخوان خلية الأمن تابعة لولاية الأمن الوطني بمكناس، المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها من أجل التحسيس والتوعية، تحسيس في المجالات ديال أخطار الطريق، التحسيس بالابتعاد عن المخدرات والتدخين، التحسيس بتجنب ما يمكن أن يتعرض التلميذ أو التلميذة للاغتصاب إلى غير ذلك. فهذه كلها إرشادات، نصائح، توجيهات تمد بها خلية الأمن، مشكورة خلية الأمن المدرسي، مشكورة التلاميذ والتلميذات، تغطي جميع المؤسسات التعليمية بدون استثناء، الأسلاك الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويكون حظنا من هذه التغطية مرتين وثلاث مرات في السنة بالنسبة لمدرستنا. الدرس ديال اليوم كان على السلامة الطرقية، وجاب عندنا الشرطة المدرسة وعلمونا كيفاش غادي نمشيو في الطريق باش ما نبقاوش جالسين في الشارع. قمني لمعلمي ففيه التفجيل، كاد المعلم أن يكون رسوله. أسرة الأمن تقوم بتحسيس التلاميذ بالمخاطر التي تحيط بهم وما سيتعرضون إليه من مشاكل، فلذلك نشكركم على هذه الزيارة.